الكشف عن سبب توقيف رجل الأعمال الحثيلي في صنعاء، تفاصيل حصرية فلنتابع. كشفت صنعاء عن سبب توقيف رجل الأعمال عبد الله أحمد الحثيلي في جولة المرور بالعاصمة صنعاء. أكدت الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة أن توقيف الحثيلي تم بناء على إجراءات قانونية، وأوضحت أنه بعد متابعتها للموضوع والاطلاع على ملف القضية اتضح أن الإجراءات التي تمت بحق الحثيلي كانت بمسوغ قانوني وبناء على إجراءات قضائية وبطريقة رسمية وفقا للقانون بحسب ما نقلت وكالة سبأ. وأشارت الغرفة إلى أن ما جاء في مذكرتها السابقة بشأن التوقيف غير اللائق لرجل الأعمال الحثيلي وأنه تم بطريقة غير قانونية كان بناء على ما ورد في رسالة الحثيلي وادعاءه والتي ثبت عكسها، مؤكدة الوقوف إلى جانب الجهات المعنية في اتباع الإجراءات القانونية في كل قضايا القطاع الخاص، وعبرت عن الشكر للجهات الرسمية والقضائية على ما تبذله من جهود للحفاظ على الأمن والطمأنينة الاقتصادية خصوصا لرجال المال والأعمال. فيما أوضح اتحاد ملاك المحطات البترولية الأهلية بأمانة العاصمة في بيان صادر عنه أنه قام بالتحقيق والمتابعة والاطلاع على ملف قضية صاحب محطات الحثيلي، وتبين أن الإجراءات المتخذة بحقه قانونية وبأوامر قضائية من النيابة. وعبر الاتحاد عن اعتذاره عما جاء في بيانه السابق كونه جاء بناء على معلومات غير صحيحة، مؤكدا الاستمرار في متابعة قضايا منتسبي الاتحاد بإطار القوانين والتشريعات النافذة واحترام الإجراءات القضائية